مرحبا بكم في هذا العرض. أي من الأسماء التالية يمكن أن يستخدم لوصف الشكل الهندسي التالي؟ الاسم الأول في السؤال هو رباع الأضلاع، ورباع الأضلاع هو أي شكل مغلق له أربع أضلاع، وهذا بالتأكيد شكل مغلق ذو أربع أضلاع، فهو قطعا رباعي الأضلاع. ثانيا، علينا أن نفكر بما هو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع هو رباعي أضلاع له زوجين من الأضلاع المتوازية، وكل زوج فيه ضلعين متقابلين. وفي هذه الحالة إذا نظرت إلى الضلع هنا فإنه يشكل زاوية 90 درجة مع هذا الخط، وهذا الضلع هنا أيضا يشكل زاوية 90 درجة مع هذا الخط هنا، فهذان الضلعان متوازيان. وتستطيع بالتالي عمل نفس الشيء مع الضلعان الآخران. هذا الخط هنا في الأعلى يشكل زاوية 90 درجة مع هذا الضلع، وأيضا هذا الضلع يشكل زاوية 90 درجة مع هذا الخط هنا، يشكلان نفس الزاوية مع هذا الخط وهما متوازيان. إذا هذا الخط يوازي هذا الخط هنا، فهذا بالتأكيد أيضا متوازي أضلاع. الآن سوف نسأل عن شبه المنحرف، وهو مثير للاهتمام. أحيانا يعرف شبه المنحرف بأنه أي رباعي أضلاع له على الأقل زوج من الأضلاع المتوازية، وأحيانا يعرف بأنه له زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية. يوجد جدل هنا لنكتبه هنا، شبه المنحرف لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي. البعض يقول على الأقل زوج واحد من الأضلاع المتوازية، على الأقل زوج واحد من الأضلاع المتوازية، هذا تعريف واحد، تعريف واحد ممكن. الآخر يقول زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية، زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية، وهذا يصبح أي تعريف نختار في الواقع يعتمد على أو أن جواب السؤال يعتمد على أي تعريف نختار. التعريف المعتمد عند أغلب الناس هو هذا التعريف الثاني هنا، زوج واحد من الأضلاع المتوازية فقط. عندما يفكر البعض في شبه المنحرف عادة ما يفكرون في شيء كهذا، كهذا، حيث هذا الضلع هنا موازي لهذا الضلع هنا، وهذان الاثنان غير متوازيان. حسنا، البعض ممكن أن يرى هذا أيضا على الأقل زوج من الأضلاع المتوازية، وهذا سيشمل متوازيات الأضلاع، سيكون شامل لمتوازيات الأضلاع، حيث أن لمتوازي الأضلاع زوجين من الأضلاع المتوازية، ولكني سوف أذهب إلى هذا التعريف هنا، زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية. هذا لديه زوجين من الأضلاع المتوازية، لذلك لن أسميه شبه منحرف، ولكن من المهم توضيح ما يقوله الناس، لأنه من الممكن أن يقولوا أنه شبه منحرف له على الأقل زوج من الأضلاع المتوازية. وإذا استخدمنا هذا التعريف فإننا سوف نسميه شبه منحرف، فهذا يعتمد على التعريف المستخدم. الآن لنذهب إلى المعين. فالمعين هو رباع الأضلاع، حيث أن أربعة من الأضلاع متطابقات. إذن المعين شكله هكذا، كل الأضلاع الأربعة متطابقة، لها نفس الطول، وليس من الضروري أن تكون الزوايا قائمة. في هذا الرسم هنا لدينا زوجين من الأضلاع لهم نفس الطول، ولا يوجد معلومات بأن هذا الضلع يساوي هذا الضلع، أو أن هذا الضلع يساوي هذا الضلع، لذلك لا نستطيع الادعاء بأن هذا بالضرورة معين، لا نعلم بالتأكيد. إذا أخبرنا أحدهم أن طول هذا يساوي هذا فالأمور تختلف، ولكن من أجل هذا لن نعتبره معين. المستطيل، المستطيل عبارة عن متوازي أضلاع له أربع زوايا قائمة، أربع زوايا قائمة،
لقد قررنا أن هذا متوازي أضلاع ولديه 4 زوايا قائمة أيضا، 1 2 3 4. إذا هذا مستطيل. طريقة أخرى لفهم المستطيل أن أضلاعه المتقابلة لها نفس الطول وله 4 زوايا قائمة، فهذا إذا مستطيل. المربع، هناك عدة طرق لفهم المربع. تستطيع النظر إليه أنه معين مع 4 زوايا قائمة، لذلك إذا قمنا بجعلها قائمة قليلا فهو معين، أضلاعه لها نفس الطول ولديه 4 زوايا قائمة، فهذه إحدى الطرق للتفكير في المربع. أو تستطيع استخدام مستطيل حيث الأضلاع الأربعة متطابقة، وفي كلا الحالتين يجب أن تكون الأضلاع الأربعة متطابقة حتى يكون مربع. ولقد اتفقنا عندما قررنا أنه ليس معين أن الأربعة أضلاع ليست بالضرورة متطابقة، لدينا زوجان متطابقان ولا نعلم أن هذا الضلع وهذا الضلع متطابقان، لذلك لا نستطيع تسمية هذا مربع، فهو ليس مربع ولا معين ولا شبه منحرف حسب التعريف الذي اخترناه، وهو التعريف الأقل شمولية حيث قلنا زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية، فهو رباعي أضلاع ومتوازي أضلاع وهو مستطيل.